لا تراجع عن سياسة الدعم، لكن مع تغيير نمط توجيهها لمستحقيها. النهج واضح وضوح إعلانات وزير المالية في اتجاه إقرار زيادات جديدة على أسعار الوقود السنة المقبلة للعام الرابع على التوالي. يعني هذا معليش نشوفوه من بعد على حسب الظروف. يعني اكيد انه سالفي زياحي اتفق. لا ما نعرف، لا ما غير ممكن، ما كما كانوا يتكلموا قال لازم فيه زيادات الضرائب في قانون الماليه، وشفتوا باللي حتى في 2018 ما كان فيه حتى زياده. خيار التوجه نحو سياسة انتقائية في منح أموال التحويلات الاجتماعية المقدرة ب 17 مليار دولار سنويا يستند على قناعة حكومية باستحالة تمكين جميع الجزائريين والمقيمين بالتراب الوطني من دعم مباشر وسخي على حساب وضعية مالية صعبة لخزينة الدولة. سياسة الدعم باقية وباقية دائما، ما كان حتى واحد اللي ممكن يتنحيها من نهار آخر. البرك فقط فيه سياسة تاع باش ما يكونش، وكلكم عارفين وكل جزائري متوقع لهذا الشيء، باللي أنها لازم نبدلو، ما لازمش واحد يكون عنده يعني دخل كبير يكون عنده دعم في الحليب ولا في الخبز ولا في أي شيء آخر. نهج يحظى بدعم صريح وعلني لأكبر تكتل لرجال الأعمال بالجزائر عبر مرافعة رئيسه علي حداد لأجل وضع حد تحويل أموال الدولة بذريعة الدعم الاجتماعي للجميع دون استثناء من غني وسائح أجنبي. الدعم لازم يروح المحتاج، celui qui a besoin de ce دعم يروح له، مي باش انا ندعم الغني نو باش ندعم لو توريست اللي يجي يفوت ياماته هنايا ويشري الخبز يعني بالسومه اللي يشريه واحد اللي محتاج اللي ما قادرش، سي با جوست. دونك سكي فو فير سي دو ريفوار لاركيتكتور اي دو تروفي لي انسترومون كي فو باش الدعم يقعد يروح اللي لازم، اللي ما يلزمش يدي الدعم يديش الدعم. بعد أسبوع من الجدل غير المسبوق حول ملف شكل لعقود من ضمن الطابوهات على الصعيد الاجتماعي والسياسي، باتت المراجعة الجزئية لسياسة الدعم في حكم المؤكد والثابت في انتظار الكشف عن آلية تحديد المستفيد من عدمه.